ليش الازدحامات هاي؟ والله الازدحامات يعني المرور ما عيسوي النظام، يعني هسه المفروض يوقف هذاك السير حتى نمشي احنا دقيقتين يرجع يوقف هذا السير ويمشي هذاك. هذا يجي منا وهذا يجي منا والاخ يجي رون سايد. هسه جيت من جسر استحدثوا الجيش جايين رون سايد وجايين منك يرجع يوقفنا كنا حتى يعبر واحد او سياره مال البلديه من الايسر الى الايمن، واحنا تقريبا 400 سياره بالايمن ننتظر يجتازنا هذا اللوري. يعني نظام ماكو، الجسور كلها عاطله طبعا سير. والله والخامس ازدحام، العتيق ازدحام، بس انا قاعد افكر بالرجعه شلون راح ارجع. الاسباب يعني حسب ما يقول احد سواق العجلات بانه عدم تنظيم من قبل شرطه المرور، بحيث يكون تنظيم منع السير للحظات من السائد اللي موجود بالفيصليه، السيارات القادمه من الفيصليه باتجاه جسر، يعني ايقافها لمده لحظات، وايضا يعني إيقاف هذه السيارات اللي آتية أو القادمة من منطقة الغابات للحظات حتى تستطيع أو حتى تستمر عملية العبور بشكل سلس. راح نسأل مواطن آخر. حجي مرحبا. حجي السلام ورحمة الله وبركاته. ليش الازدحامات هذه رأيك؟ الازدحامات الجسور مقطوعة وبعد ما بها يعني ما إرادة إعادة إعمار الجسور، وأنا السيارة أشوف الحركة زخم مروري مو طبيعي يعني. شو وقت نحل برأيك هاي؟ والله هاي ظل عند الحكومة المركزية والمحلية.